فاش كنا صغار كنا كنسمعوا بلي الرجوع للاصل فضيله. كل واحد كيفاش كان كياخذ هذا المثال. غادي نعاود لكم قصه واحد البنيته صغيره اللي دارت المثل هدف. بنيته صغيره اللي في كل انشاء كل رسمه كانت كتصور ارض جدودها بطبيعتها بودانها بجمالها وبناتها. كبرات البنيته الصغيره وبينها وبين راسها كانت ديما كتطمح ترجع تحدى التغيير، تجيب الجديد للارض اللي استنشقت فيها اول نسمه ديال الهواء اللي بخيراتها كبرات رجعات لاصلها. البنيته اللي كنهضر لكم عليها كبرات وبالعهد وفات. هاد بنيته هي انا مريم الديب. مرحبا بكم في ثاني حلقه تيك تشالنجز وجهه ثانيه اللي هي التاهله، مدينتي اللي صغيره بحجمها ولكن كبيره بكرم ناسها. سميتي شيماء ألف انجينيور اون ديفلوبمون انفورماتيك وحالفني لحد نشارك مريم في هذه رحله العوده للاصل. ملي وصلنا لتماك كلنا انبهرنا بجمال تاهلة والطبيعة ديالها اللي صراحة قبل من هذا النهار ما عمرنا كنا سمعنا بهذه المنطقة. احنا كمنطقة سياحية شوية ما معروفاش، الناس فاش كيبغيو يجيو ما كيعرفوش راسهم يعني فين غاديين فين جايين، واش هما يكونوا سيكوريزي تما ولا ما عندهم فين يباتوا ولا كاين اللي يوصلهم. وانا فرحانه اليوم اللي غادي نقاد واحد لا سوليسيون اللي غادي تساعدنا في لا بروموسيون ديال هاد لا ريجون. سميتي هدى، جو سوي اليف انجينيير اون ادفانس سوفتوير انجينيرين ان انستيتو ناسيونال دو بوست دي تيليكومونيكاسيون. فهاد الحلقه من تيك تشالنجز خدمنا على اون بلاتفورم دو بروموسيون دو لا ريجون دو تاهلا. انا وشيماء خدمنا على لا بارتي سوفتوير دو لابليكاسيون فرونت اند اي باك اند. وعدنا لا بوبولاسيون لوكال بهاد لا سوليسيون هادي غنبقاو خدامين ونوصلوا هاد ليجون هادو. لا سوليسيون عباره على بلاتفورم اولا منصه رقميه اللي يقدر يدخليها اي واحد برا او داخل المنطقه باش يعرف لي زوندغوا فيزيتي لي ريستوران او مونجي لي زوبرج لي زوتيل اي ميم ريزيرفي. وبيان سور ما نسيناش الناس ديال المنطقه واليد العامله ديالها، حيت انهم يمكن لهم يدخلوا البلاتفورم يبروبوزيو لي سيرفيس ديالهم بحال الميناج لي بلومبي مربيه الاطفال وبزاف ديال الخدمات. وبهذه الطريقه فكرنا اننا نعيشوا السياحه ديال المنطقه من بعد ما انبهرنا بالجمال ديالها والكرم ديال الناس ديالها. هاد التجربه بدلات فيا بزاف الحوايج، بحال مثلا تعلمت لو طرافاي سو بريسيون لو طرافاي اون ايكيب، ولكن اكثر حاجه عرفتها بلي كاينين بزاف ديال الطرق باش نعاونوا الناس وكيفاش نخدموا هادشي اللي كنقراو ولو بشكل مبسط باش نوفروا ظروف اقتصاديه واجتماعيه افضل للمجتمع. احساس زوين تحس براسك كتعاون وكتحدث التغيير في المجتمع. حتى انا كنتمنى واحد النهار نرجع لارض جدادي ونحدث فرق بقرايتي وبخدمتي. دازت اون اكسبيريونس اونيك اللي ما عمرها غتنسى لينا. شكرا بزاف مريم وشكرا اورانج ديجيتال سنتر ماروك.